الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم من القاهرة عاصمة الخبر. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن المسيرة التي أسقطت فوق البحر الأسود كانت تقوم بعمل اعتيادي تفقدي. وقال المتحدث باسم البيت البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إنها اضطرت لإسقاط المسيرة بسبب الأضرار التي تعرضت لها بعد الاصطدام بمقاتلة روسية. وأشار رايدر إلى أن حطام المسيرة، وهي من طراز MQ-9، لم يتم انتشاله بعد، مؤكدا أن ما فعلته المقاتلات الروسية عمل متهور، معتبرا أن الحادث مدبر. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة أمريكية من دون طيار حلقت فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم باتجاه الحدود الروسية. وذكر بيان للدفاع الروسية أنه بعد اكتشاف المسيرة الأمريكية تم رفع مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي، ونتيجة للمناورة المفاجئة دخلت المسيرة في حركة غير منضبطة واصطدمت بالمياه. وأكد البيان أن المقاتلات الروسية لم تحتك بالمسيرة الأمريكية ولم تستخدم أي أسلحة ضدها. وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا على رأس وفد وزاري كبير. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نظيره السوري اليوم الأربعاء. وأوضح الكرملين أن الجانبين سيبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى آفاق التسوية الشاملة في سوريا. وتعد هذه أول زيارة خارجية لبشار الأسد منذ زلزال 6 فبراير. تشهد فرنسا اليوم موجة ثامنة من الإضرابات في قطاع النقل والطيران، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وتوقعت مصادر بالطيران المدني أن تنخفض رحلات الطيران في عدة مطارات، لا سيما مطار العاصمة باريس التي ستشهد الموجة الأكبر من الإضرابات. كما تنظم وسائل النقل العام إضرابا في باريس وعدة مدن أخرى. وتشهد بريطانيا اليوم أحد أكثر الأيام التحركات النقابية أهمية منذ عدة سنوات، حيث يضرب عن العمل موظفون ومدرسون وسائقون وصحفيون، وستنظم تظاهرات في حي ويستمنستر في لندن. وكان آلاف الأطباء بدأوا أول أمس الاثنين إضرابا عن العمل لثلاثة أيام في المستشفيات البريطانية، وذلك للمطالبة برفع أجورهم في أسبوع يتسم بالعديد من الاضطرابات الاجتماعية. وعبر المسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن قلقهم من عواقب هذا الإضراب على المرضى. إلى هنا تنتهي موجزنا لأخبار اليوم، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب. كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.